عريس لبناني مسلم يخدع المجتمع اليهودي في أمريكا وإسرائيل. كان منخرطاً في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي في تكساس لنحو 7 سنوات. كان يتحدث العبرية بطلاقة ويرتدي الزي الحريدي باستمرار. التقى الشاب عروسه على موقع مواعدة وقدم نفسه لها على أنه إلياهو حليبة. كما قدم الشاب اللبناني قصة مقنعة لتبرير انفصاله عن عائلته وعدم وجود أهله معه. الفتاة التي تنحدر من أصول سورية يهودية ظنت أنه يهودي من أصل لبناني. حفل الزفاف الديني الضخم في بروكلين حضره حاخامات وقيادات يهودية. خدعة الشاب اللبناني انطلت على الجميع بمن فيهم حباد، واحدة من أكبر الحركات الحسيدية في اليهودية الأرثوذكسية حول العالم. حاخام حباد في تكساس يوسف لازروف قال إن الشاب قدم نفسه في زيارة لحباد ومؤسسات يهودية أخرى، وبمرور الوقت شغل منصب الرئيس في إحداها. العروس اكتشفت بطريق المصادفة جواز سفره، فعرفت أنه مواطن لبناني مسلم واسمه علي حسن حويلة. هربت العروس إلى عائلتها واقتيدت إلى مخبأ. الحادثة تسببت بضجة كبيرة في صفوف الجاليات اليهودية في أمريكا، وحازت اهتماماً واسعاً في إسرائيل. حسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن الحادثة أطلق عليها اسم عاصفة بروكلين. مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ التحقيق في الملابسات، بينما نجح العريس في الاختفاء.